حملات ترويجية لبيع الأدوية والمكملات الغذائية كثيراً ما نراها عبر مواقع الإنترنت، وهو ما لاقى إقبالاً من البعض في محاولة للاستفادة من أسعارها المنخفضة وخدمة التوصيل إلى المنازل، إضافة إلى توافر كل أنواع الأدوية المطلوبة للمرضى متجاهلين التحقق من مصدرها ومعرفة آثارها الجانبية التي ربما تصل إلى درجات تهدد الحياة. الأدوية التي يتم شراؤها عن طريق المواقع الإلكترونية مجهولة المصدر تحتوي على مواد دوائية غير معلن عنها، ما يجعلها خطراً كبيراً على مرضى القلب أو السكري أو من يعانون ارتفاعاً في نسبة الدهون، علماً أن هذه المنتجات غير مسجلة لدى إدارة الدواء في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث أن الأدوية التي يتم الترويج لها عبر المواقع الإلكترونية غالباً ما تحتوي على معلومات مضللة، كما أن نتائج التحاليل التي تمت بالمختبرات الطبية أظهرت أنها قد تشكل خطراً كبيراً على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاع نسبة الدهون. لذا وجب التنويه بعدم الانجرار وراء الإعلانات المضللة، خاصة تلك المتعلقة منها بالمنتجات العشبية والمكملات الغذائية التي تدعي تخصيص الوزن بطريقة غير علمية ومنطقية، حيث يروج لها في مواقع التواصل الاجتماعي عبر إعلانات غير مرخصة من قبل إدارة التنظيم والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.